إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحدث الآن عن الإحسان إلى الوالدين بعد أن وفقنا الله سبحانه وتعالى ومن على الكثيرين منا ببعض من الإحسان إليه في هذا الشهر الكريم من خلال الصيام والقيام والصدقات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها منا. ولذلك قارن الله سبحانه وتعالى بين الإحسان إليه عز وجل وبين الإحسان إلى الوالدين، فقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ولذا كان من الأهمية بمكان أن نتحدث عن بر الوالدين والإحسان إليهما. فالبر اسم جامع لكل معاني الخير، يعني كلمة البر ده معناها يعني كل معاني الخير ده بيشتمل عليه معنى كلمة الايه البر، أو هو الإحسان والخير والعطاء. وبر الوالدين الإحسان للوالدين بالقول والفعل تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، يعني القصد من هذا الإحسان هو التقرب إلى الله عز وجل وإخلاص النية في ذلك لله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى في العديد من آيات القرآن الكريم يأمرنا بالإحسان إليه. على سبيل المثال يقول الله سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويقول سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. ويقول عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأخبرنا الله سبحانه وتعالى أن بر الوالدين من صفات الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ويقول الله سبحانه وتعالى عن سيدنا عيسى عليه السلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وسيدنا إسماعيل عليه السلام حينما قال له أبوه: إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. يعني ده قمة البر والاحترام للأب: افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له: يا رسول الله، كما روى الإمام البخاري في الصحيح، أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة على وقتها. بدأ حق الله سبحانه وتعالى. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين، يعني العمل الذي يلي الصلاة اللي حق الله سبحانه وتعالى، العمل الذي يلي هذا الأمر فضيلة بر ليه؟ بر الوالدين. وفي صحيح مسلم لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يريد الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: هل في من والديك أحد حي؟ فقال له رجل: نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما، يعني هذا الأمر يعادل لك الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهما. وفي رواية لهذا الحديث في صحيح البخاري قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. ففيهما إيه؟ فجاهد، يعني كونك تجاهد نفسك في برك بوالديك أو في برك بأبيك أو في برك بأمك، فده نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولبر الوالدين ثمرات يلمسها الإنسان في الدنيا قبل الثمرات التي تعود عليه في الآخرة. فأولى ثمرات بر الوالدين في الدنيا هي أن دعوة الآباء الصالحين مستجابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. ودعوة الوالد يعني دعوة الأب على ابنه. ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده. ومن ثمرات بر الوالدين أن بر الوالدين بركة في العمر وساعة في الرزق. فهذا واضح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه. وفي رواية: فليبر والديه وليصل رحمه. فإذا كانت صلة الأرحام توسع الرزق، فما بالك ببر الوالدين، يعني حتى
يعني اذا كانت الصله هي للاعمال، لان اصلا الارحام دي منبثقه على الايه؟ على الاباء والامهات، لانك انت لما تصل الاعمام والعمات هكذا تصل ابيك يعني، او ده نوع من انواع البر للوالدين للاب، ولما تصل اخوالك وخالاتك ده نوع من البر للايه؟ للام. يعني اذا كان بر، اذا كانت صله الرحم توسع في رزق الانسان وتبارك له في عمره، فما بالك كما قلنا ببر للوالدين. ايضا دعاء البار بوالديه مستجاب، يعني الإنسان لما يكون بار بوالديه ويدعو الله سبحانه وتعالى يستجيب الله عز وجل له، وهذا واضح في قصة تابعي اسمه أويس بن عامر. يعني القصة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ورواه الإمام مسلم في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أنباد أهل اليمن. وبعدين بيقولهم النبي: له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره. يعني لو دعا الله سبحانه وتعالى بأمر ما فإن الله سبحانه وتعالى إيه؟ يستجيب له، يعني يبر قسمه، لو أقسم على الله لأبره. لماذا؟ لأنه بر بوالدته، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. يعني تخيل الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل اللي هو أويس بن عامر لم يرى الرسول، ولم يره الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعدين الرسول قال للصحابة: سيأتي عليكم هذا الرجل. يعني ما الذي جعل أويس بن عامر يتخلف عن الإتيان إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنه كان في عهد النبي، لهو أسلم ولم يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يعني غالبا كانت يعني بسبب بر بأمه لم يستطع أن هو يتركها ويأتي من اليمن إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدين قال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة: لا، سيأتي عليكم فيما بعد، يعني يأتي للمدينة من بعد، وأي واحد فيكم يراه فيطلب منه أنه يستغفر الله سبحانه وتعالى له. فلما التقى به سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: إيه؟ استغفر لي. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلب من هذا التابعي، طبعا سيدنا عمر من كبار الصحابة، يطلب من واحد من التابعين أنه يستغفر له، فده بيدل على أفضلية هذا الرجل اللي هو أويس بن عامر الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وايضا البر بالوالدين انه بسبب من اسباب تفريج القربات عن الانسان، وده واضح ايضا في حديث الثلاثه اللي هم انطلقوا واواهم المبيت الى الغار، وكان احدهم لما توسل الى الله سبحانه وتعالى لما وقعت الصخره على باب الغار وسدته، وقالوا انه لن ينجيكم من هذا الامر لان تدعو الله عز وجل بصالح اعمالكم، فواحد من الثلاثة دعا الله سبحانه وتعالى وتوسل إلى الله عز وجل ببر بوالديه، وقام ودعا الله سبحانه وتعالى ويقول: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أحدا، يعني لا أقدم عليهما أحد الطعام ولا ليه ولا الشراب، فنأى بي طلب الرزق يوما، يعني ابتعد وجاء إلى البيت متأخرا، فوجد أباه قد نام ووجد أمه قد نامت، فوقف بالطعام أو باللبن عند رأسيهما حتى استيقظا وشرب غبقهما، يعني شرب نصيبهما من اللبن. وبعدين بيقول: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فبيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا غير أنهم لا يستطيعون لي الخبز. فالمقصد من هذا أو الشاهد في هذا الأمر أن البر بالوالدين من الممكن أن يتوسل به الإنسان لله سبحانه وتعالى بأن يفرج كروباته وأن يفرج عنه ما نزل به من الهموم والأحزان. وأيضا من ثمرات بر الوالدين بر الأبناء، يعني لأن الجزاء من جنس العمل وكما تدين وتدان، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وهل جزاء الإحسان إلا إلا الإحسان. ده ثمرات بر الوالدين في الدنيا. أما من ثمرات بر الوالدين في الآخرة فرضى الآباء الصالحين من رضا الله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى يرضى عن الإنسان حينما يرضى عنه أباه وترضى عنه أمه، فيقول صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في السنن بسند صحيح. وأيضا من ثمرات بر الوالدين أن البر طريق موصل إلى الجنة، ففي سنن الترمذي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: هل لك من أم؟
قال نعم. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليه. قال فالزمها فإن الجنة تحت رجليه. طبعا في مقولة مشهورة يقول لك الجنة تحت أقدام الأمهات، هذا يعني نص ليس بحديث، إنما الحديث وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل فالزمها فإن الجنة تحت رجليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت من هذا؟ قالوا هذا حارثة ابن النعمان. ده سيد عائشة بتحكي عن الرسول، يقول عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نمت فرأيتني في الجنة. الرسول بيقول أنا شفت كأن في الايه في الجنة في المنام يعني، نمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت من هذا؟ يعني مين اللي دخل الجنة هذا؟ فقالوا هذا حارثة ابن الايه، هذا حارثة ابن النعمان. فقال صلى الله عليه وسلم، وكان حارثة هذا من أبر الناس بأمه ومشهور عنه بره بأمه يعني، فقال صلى الله عليه وسلم كذاك البر، كذاك البر وكان أبر الناس بأمه. يعني البر هو الذي وصله الهزيل إلى هذه المنزلة، كذاك البر، كذاك البر وكان حارثة أبر الناس بأمه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في المسند بسند صحيح. والوالد أوسط أبواب الجنة، يعني حينما يكون الإنسان برا بوالده فإن الوالد أوسط أبواب الجنة. وذلك قال صلى الله عليه وسلم الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. يعني الإنسان حينما يكون بر بأبيه فيدخل من أوسط أبواب الجنة. وهذا حديث رواه الإمام الترمذي في السنن بسند صحيح، الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. أي يقول أوسط أبواب الجنة يعني خيرها، أو أن سبب دخول الولد من أحسن أبواب الجنة البر بالأب، يعني ده يكون سبب من يعني أو من أفضل الأسباب لدخول لدخول الإنسان الجنة. أوسط أبواب الجنة يعني خير أبواب الجنة وأفضل أبواب الجنة، خير الأمور أوسطها يعني، فخير أبواب الجنة وأوسط أبواب الجنة يدخل منه الإنسان اللي هو البار بأبيه. طيب كيف نتعامل مع الآباء عند الكبر؟ تعرف الإنسان لما بيكون كبير في السن طبعا بيكون في مرحلة ضعف، ولذلك الله عز وجل قال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم ليه وهو العليم القدير. وبالتالي لما الإنسان يكون في حالة ضعف فيحتاج من الأبناء إلى ليه؟ إلى رعاية وإلى إحسان. وذلك الله عز وجل قال إما يبلغن عندك ليه الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم إيه أف ولا تنهرهما وقل رب ارحمهما كما ربانا صغيرا. فالله عز وجل يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني كما ربياني صغيرا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يذكرك وأنت في 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 هذه المرحلة العمرية، أنت كابن يعني، إنك أنت في مرحلة الصغر ربما لا ترى إحسان الوالدين لك وكيف يعني كان يقومان بأمرك وأنت صغير، وأنت في هذه المرحلة لا تعقل أي شيء. لكن فالله سبحانه وتعالى أراد أن يذكرك بهذه المرحلة من قبل. جزاك الله خير. ولذلك الله عز وجل بيقول لك ودائما يدعي ويقول وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. أيضا يا أخي الكريم خلي بالك في تسجيل بيسجل وأنت جاي تعمل كازينو. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فمن مسائل البر أن بر الأم مقدم على بر ليه؟ مقدم على بر الأب. يقول الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه من أحق الناس بحسن صحابتي، من أحق الناس بحسن صحابتي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أبوك. وفي حديث رواه الإمام البخاري في حديث الثلاثة اللي هم تكلموا في المهد، يعني تكلموا في السن، في سن ليه، في 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 سن، في سن الصغر الذي لا يتكلم فيه احد، يعني الذين تكلموا في، كان من ضمنهم، كان من ضمنهم غلام اسمه غلام جريج. جريج هذا امه، جريج كان بيصلي في مره من المرات في يوم من الايام، فامه نادت عليه. طب نعمل يعني دايما يا فتحي انت تدخل تعمل كازينو ما شاء الله. امي حيتول يا شيخ. طيب، فأمه دعته، يعني نادت علي، أمه نادت علي يا جريج، فجريج لم يجب، لأنه استرسل في صلاة، واصل في ليه في الصلاة، لأنه في لما هو كان في الصلاة فبيقول يا رب أمي وصلاتي، يعني أكمل صلاتي ولا أجيب إيه، ولا أجيب أمي، يا رب أمي وصلاتي، صلى حد ما يا رب أمي وصلاتي، فواصل في الصلاة. فمرة تانية فبيقول بأمه نادته وهو في ليه في الصلاة، فقال يا رب أمي وصلاتي، يعني أقطع الصلاة ولا أجيب أمي، فلم يجب أمه وواصل في الصلاة. فأمه دعت عليه قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. ونخشى ان تكون واحده من امهاتنا دعت علينا بهذه الدعوه، يعني ان احنا نعيش للاسف الشديد احيانا بطار المميسات هكذا، يعني فاللهم لا تميته حتى تريه وجوه المميسات. طب جريج ده اصلا يعني واخد كده مكان معزول، اصلا لا بيشوف لا مميسات ولا بيشوف ايه، ولا ده هو اصلا كان في خلوه كده مع نفسه. فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعوه امه. كان في امراه مومس، تعرف المرأة المومس اللي هي المرأة الزانية يعني والعياذ بالله، وكان الناس يتغزلون بجمالها، فيعني قالت لهم يا سعيد انت فصلت حتى انت بتلعب يا سعيد، لا اله الا الله، ربما منفصل من هنا ولا شيء. جزاك الله خير. في كانت هذه المرأة يعني قالت الناس الذين يراودونها عن نفسها، يعني طلبوا منها أن تفتن جريج، يعني ده جريج ده كان مشهور بالعبادة وبعلاقاته بالله سبحانه وتعالى، فقالت لهم يعني هم ظنوا أن فتنة جريج صعبة، فهي استسهلت الأمر، يعني كأنها يعني إيه، يعني وثقت في جمالها ووثقت في جسمها، فأرادت أن تفتنه، فتعرضت له فأعرض عنها، هو رجل لا علاقة له بهذا ليه بهذا الأمر. فكان فيه راعي بيرعى عليه الغنم حوالين الصومعة بتاعت المكان اللي هو بيعبد فيه ربنا، اللي هو جريج بيعبد فيه، بيعبد الله سبحانه وتعالى في هذا المكان، كان فيه أغنام ولها راعي هكذا. فالمرأة مكنت هذا الراعي من نفسها فحملت منه، فلما حملت منه وتبين حملها وسألها الناس عن من الذي قام بهذه الفعلة معها، فقالت إيه؟ جريج، يعني الذي نام معي والذي أوقعني هو إيه؟ هو جريج العابد. الله، إزاي ده جريج ده عابد ومن العباد ومن الزهاد ومن الصوام والقوم، كيف يفعل هذا الأمر؟ فجاء الناس إلى الصومعة بتاع جريج وهدموها، قال لك بقى خلاص، ده انت مش راجل عابد، انت راجل زاني، صح، ده ايه ده. فهدموا ليه؟ هدموا الصومعه. فقال لهم الامر، قالوا والله انت عملت كذا كذا ونمت مع هذه المراه سفاحا وحملت منك، ولا بد ان نقتلك، يعني خلاص احنا عملنا الصومعه، هدمنا الصومعه اللي انت كنت بتقول فيها بتعبد ربنا فيها، واتضح انك انت راجل منافق وراجل زاني، فلا بد من هدم الصومعه ولا بد من قتلك. فقال لهم دعوني، يعني هاتوا هذه المرأة التي تقول هذا الكلام ودعوني حتى ايه، وبعد الكلام ده بعدما ولدت المرأة، بعدما ولدت هذا الولد الذي ولدته سفاحا يعني،
وصلى ركعتين وجاء إلى هذا الغلام الذي ولدته المرأة وتكلم معه، ولسه يعني تخيلوا عنده شهر ولا شهرين. قال له: من أبوك؟ فقال فأنطقه الله سبحانه وتعالى وقال بأن أباه هو ليه؟ هو الراعي، راعي الغنم. ده أحد الثلاثة الذين تكلموا في الايه؟ في الماء، اللي هو غلام جريج هذا وسيدنا عيسى عليه الايه؟ سيدنا عيسى عليه السلام. فلما أنطق الله سبحانه وتعالى هذا الغلام الصغير، طبعا الناس أقبلوا على جريج يقبلون رأسه ويقبلون قدميه وقالوا: نبني لك الصومعة مرة أخرى، لبنة من فضة ولبنة من، يعني بدل ما كانت من الطوب وكانت لا يؤبها، لا خلاص نبني لك مقاما يليق بك، ده أنت من أولياء الله أصلا. ما هو كان من حوالي يومين كان رجل زاني وكان منافق، الآن لا، ده من أولياء الله الصالحين، ونبني لك إيه؟ صومعة تعبد الله سبحانه وتعالى فيه. لا، ده احنا نبني لك صومعة من إيه؟ صومعة من ذهب. فقال لهم: لا تبنوا لي لا صومعة من ذهب ولا صومعة من فضة، دعوني وإيه؟ وعبادتي. الشاهد في الأمر كله هو أن جريج لما لم يجب أمه، وهو كان بيصلي، ده كان في صلاة، وأمه تنادي عليه ويقول له: يا جريج، فلم يجب أمه ويقول: يا رب أمي وصلاتي. فدعت عليه: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فأصيب بالابتلاء من هذه المرأة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن هذا الحديث، يقول عن هذا الأمر، والقصة كما قلنا ذكرها الإمام البخاري في صحيحه، قال صلى الله عليه وسلم، الخلاصة بقى اسمع الكلام ده لأنه كلام مهم، قال صلى الله عليه وسلم: لو كان جريج فقيها، يعني لو هو إنسان كان عابد مش فقيه، لأنه في فرق بين العابد والعالم، يعني لو كان جريج عالم بأحكام الدين، هو طبعا ده كان في الأمم السابقة يعني. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كان جريج فقيها يعني عالما لعلم أن إجابته والدته ألزم من استرساله في صلاته. الله أكبر. يعني بيقول إنك أنت حتى لو أمك نادت عليك وأنت بتصلي تجب دعوة إيه؟ دعوة أمك، هذا في صلاة النافلة، في صلاة الإيه؟ النافلة. لو في صلاة الفريضة لا، تكمل الإيه؟ تكمل الفريضة. بس يعني تخيل أنت واقف أمام ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قال: ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، اعبدوا الله الأول، وانت واقف في عبادة الله سبحانه وتعالى وامك نادت عليك، يبقى ايه؟ ستذهب الى ايه؟ الى امك، كما قلنا ده في فرض مثلا انت تصلي صلاة سنة، صلاة ضحى، صلاة بالليل، امك نادت عليك مثلا لكي تأتي لها بالماء او تأتي لها باي شيء، فتقطع الصلاة، صلاة النافلة، وتجب ايه؟ وتجب امك. قال صلى الله عليه وسلم: لو كان جريج فقيها لعلم ان اجابته والدته الزم من استرسال في صلاته. دي الخلاصة يعني. أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث رواه الإمام أبو داود في السنن ورواه الإمام ابن ماجه بسند حسن: أنت ومالك لأبيك، إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من كسب أولادكم. يعني أنت وما تملك ملك لأبيك، لا يعني معنى ذلك أنك أنت مأمور بالنفقة على الأب ومأمور بالنفقة على الأم، وحتى ولو طلب منك أي شيء فأنت إيه؟ مأمور بالإنفاق عليهما. وسعيك يعني جهاد في سبيل الله، طالما أنك أنت تنفق جزء منه على الإيه؟ على الوالدين، وده واضح في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لو خرج يسعى على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله. السؤال يأتيني أحيانا يعني عن مدى تدخل الأبوين في حياة الأولاد. أحيانا مثلا ممكن أمك تطلب منك، وده أحيانا بيجيني في أمور كثيرة يعني في هذا، أمك تطلب منك أنك أنت تطلق مراتك، حصل تعرف أحيانا المشاكل المشكلات الأسرية دي موجودة في كل المجتمعات، يعني حصل بين زوجتك وبين أمك خلاف، أمك تقول لك السخط ولا الرضا، يا أنا يا هي، صح ولا لا؟ أحيانا. سيدنا عبد الله بن عمر في حديث رواه الإمام أبو داود في السنن بسند صحيح بيقول: كانت تحت امرأة وكنت أحبها، وكان عمر يكرهها، فقال لي: طلقها. أبوه سيدنا عمر بن الخطاب يعني بيقول له: طلقها. فسيدنا عبد الله بن عمر بيقول: فأبيت، يعني امتنعت عن هذا الأمر. فأتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيه؟ طلقها. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع كلامه، كلام أبي. طيب، سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه،
سأل رجل الإمام أحمد بن حنبل فقال له إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، إن أبي يأمرني أن أطلق امرأتي، فقال له لا تطلقها. فقال له أليس عمر أمر ابنه عبد الله أن يطلق امرأته؟ فقال له حتى يكون أبوك مثل عمر، تبقى تسمع كلامه. لما يكون أبوك زي عمر، هو عمر لما قال لابنه عبد الله طلقها، لأن عمر عارف يعني ده أصلا ده هو الخليفة المشهور بالعدل، صح ولا لا؟ فلما يقول لهم فما بيقولوش بناء على هوى شخصي، ما بيقولوش على أمر في نفسي، لا ده أكيد يعني رأى أنها لا تصلح له فأمره بطلاقها، ولذلك الرسول أقر عمر على هذا الأمر. فمعنى معنى معنى الكلام انك انت مش في كل الاحوال تسمع، ف لابد من دراسه الايه الحاله اولا. فشوف فقه الامام احمد بن حنبل رضي الله عنه، قال له حتى يكون ابوك مثل عمر، يبقى في الحاله دي خلاص، ده لما يبقى هيقول لك كلام يبقى عارف ايه ماذا يقول، لان الكلام مش هيصدر عن ايه عن هوى، ومش هيصدر عن اتباع الهوى. وسُهل ابن تيمية رضي الله عنه عن رجل تأمره أمه بطلاق امرأته، فقال لا يحل له أن يطلقها، بل عليه أن يبرها، وليس تطليق امرأته من برها. يعني لا، ده يبر أمه بس لا يطلق إيه؟ ده لو كل واحد لو كل أم قالت لابنها طلق مراتك، ده كان ده كنت هتلاقي 99% من الناس إيه؟ مطلقين. ده غير حالات الطلاق اللي احنا بنسمع عنها لوحدها من غير امر الام ولا من غير امر الاب. لو 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 حدث هذا الامر، يعني لو في في في, في حكم شرعي بيقول كده، لا ده كانت هتلاقي معظم الايه، لان الام ربما تامرك من خلال الايه، من خلال الهوى، فانت لازم تنزل الحاله ايه منزلها. طيب فرضا الاحسان، يعني كان في واحد مثلا معانا وامه غير مسلمه، يعني هو دخل في الاسلام ولا ابوه غير ايه غير مسلم. فالله سبحانه وتعالى يقول ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا إيه؟ معروفا. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. ويكون الإنسان عادلا معهما، أن الله عز وجل قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهنا نذكر قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام مع أبيه، ما هو أبوه كان كافر يعني، واذكر في الكتاب إبراهيم أنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك إيه صراطا سويا. شوف الكلام بالايه، بالحكمه والموعظه الحسنه، وهكذا يبقى تتكلم معهم بالايه، بالحكمه والموعظه الحسنه كما امرنا الله سبحانه وتعالى. السؤال الان، كيف نبر الاباء او الامهات بعد موتهم؟ فرضا ابوك عليه رحمه الله او امك، فكيف هل موضوع البر ده متواصل حتى بعد الوفاه؟ نعم، حتى نكون لهم اوفياء. قال صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ايه، إلا من سنة صدقة جارية أو علم منتفع به أو ولد صالح يدعو له. أنت أصلا كونك تحرص على الإيتام إلى بيت الله سبحانه وتعالى، هذا فيه بر بأبويك، أنك أنت من المؤكد أنك أنت ستدعو الله سبحانه وتعالى إيه، ستدعو الله سبحانه وتعالى له. وفي سنن ابن ماجة بسند حسن قال صلى الله عليه وسلم إن الرجل لترفع درجته في الجنة، إن الرجل لترفع درجته في الجنة، فيقول أن هذا يعني من أي السبب، فيقال باستغفار ولدك لك. انت عندك ولد ايه، ولد بيستغفر. كلمه الولد في اللغه تطلق على الذكر والانثى، عشان بس عن الحته دي تكون ايه واضحه. كلمه الولد ان الذكر في اللغه يطلق عليه ابن، الانثى بنت، انما كلمه الولد تطلق على الايه، على الاثنين معا. وذلك قال الله سبحانه وتعالى في سوره النساء يوصيكم الله في اولادكم، لم يقل يوصيكم في ابنائكم او بناتكم، وانما يوصيكم في اولادكم باستغفار ولدك لك، سواء كان المستغفر ابن او ايه او بنت. وطبعا نحن نذكر دائما حديث التصدق عن الوالدين، لما سعد بن عباده جاء للرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله ان امي ماتت وماتت فجاه، ولو تكلمت تصدقتها فتصدق عنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ايه نعم تصدق ايه تصدق عنها. وفي صحيح مسلم قال صلى الله عليه واله وسلم ان من ابر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي. إن من أبر البر أي من أفضل البر
بالنسبة إلى والده وكذلك الوالدة أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني أصحاب مودته ومحبته، يعني بعد أن يولي، يعني بعد أن يموت. ولذا فإن من السنة أن يقوم الوالد، الولد يعني، أو الابن أو البنت بزيارة أصدقاء مثلا أبيه، والبنت تقوم بزيارة أصدقاء أمها، والإحسان إليهم وإكرامهم في حياة أبويه وبعد موته. يعني أنت مش مأمور كمان بصلة الرحم اللي هي من ناحية الأب اللي هم الأعمام والعمات، وبصلة الرحم من ناحية الأم اللي هم الأخوال والخالات، ده أنت كمان مأمور بأن تصل أصدقاء أبيك. يا سلام، شوف عظمة الشريعة الإسلامية، يعني وإكرام صديقهما، ده عشان كان صديق ووالدك، أو هذه المرأة صديقة لأمك، فأنت كأنها بمنزلة خالتك يعني. يعني أنت رجل مسافر، رجل في إيطاليا، رجل في أوروبا، ما شاء الله، لما تنزل بلدك كده معزز مكرم، يعني لو لك والدة طبعا بتقوم ببرها، لو ماتت مثلا ممكن تتفقد إيه خالتك أصدقاء أمك، لأنهم في منزلة إيه، في منزلة أمك، وهكذا. شوف إكرام صديقهما. وفي حديث بيقول فيه لما جاء رجل بيقول للرسول هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما، فقال نعم، والحديث أي نعم في سنديه ضعف لكن نذكره للاستئناس، يعني قال له الرسول صلى الله عليه وسلم نعم الصلاة عليهما والاستغفار لهم إلى آخر إلى آخر الحديث. أما الذين يعقون والديهم، فالعقوق في اللغة مشتق من العق وهو القطع، وعقوق الوالدين صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول أو فعل. ومن عقوبة العقوق أن العقوق سبب لغضب الله سبحانه وتعالى على الأبناء، قال صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، وهذا الحديث رواه الإمام الترمذي في السنن بسند صحيح. ومعروف أن عقوق الوالدين في شريعتنا الإسلامية من أكبر الكبائر، قال صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا، قالوا بلى يا رسول الله، قال صلى الله عليه وآله وسلم ذكر ثلاثة أمور، وذكر منها وعقوق الوالدين، وكان كان متكئا فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال وشهادة الزور وشهادة الزور وشهادة الزور، شراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور، والحديث من البخاري في صحيحه ورواه الإمام مسلم. وروى الإمام البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، قال ابن حجر قيل خص الأمهات بالذكر لأن العقوق إليهن أسرع من الآباء لضعف النساء، ولينبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن بر الأم مقدم على بر الأب في التلطف والحنو ونحو ذلك. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في رواه الإمام البخاري ورواه الإمام مسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، فقيل يا رسول الله كيف يلعن الرجل والديه، فقال صلى الله عليه وسلم يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. وعقوق الوالدين سبب لدخول النار، قال صلى الله عليه وآله وسلم في رواه الإمام الترمذي ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة، العاق الوالدين والمرأة المترجلة والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه والمدمن على الخمر والمنان بما أعطى. وروى الإمام مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وآله وسلم رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف، قيل من يا رسول الله، قال من أدرك أبوي عند الكبر أو أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة. ورغم أنفه يعني المراد به الذل والخزي. وعقوق الوالدين يمنع قبول العمل الصالح، قال صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا يعني فرضا ولا عدلا يعني تطوعا، عاق ومنان ومكذب بالقدر. ونلحظ أن يعني في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين العاق والمنان في أكثر من إيه من حديث. والعقوبة الخامسة في عقوبات العاق الوالدين أن العقوبة معجلة، الله سبحانه وتعالى يعاقبه على عقوق الوالدين في الدنيا قبل العقوبة في الآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم اثنان يعجلهما الله في الدنيا البغي، يعني الظلم، اثنان يعجلهما الله في الدنيا البغي وعقوق الوالدين. وفي رواية
ما من ذنب أجدر أن يعجل الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة مثل البغي وقطيعة الرحم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من البارين بآبائهم وأمهاتهم، كما نسأله سبحانه وأن يتقبل صيامنا وقيامنا، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن ييسر لنا أمورنا وأن يبارك لنا في أرزاقنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.